زي ما اتفقت معاكم ان انا هبتدي سلسلة حلقات صفات الابراج، وعملت لكم سيرفي، عملت اسئلة على اليوتيوب بتاعي، وعملت زي نسب، ويعني احتل المركز الاول بالجدارة برج العذراء، يلي برج الثور، يلي برج العقرب. علشان كده النهاردة هنتكلم عن كل يوم معلومة عن برج، واخترنا برج العقرب اللي هنقول لكم شوية اسرار كده تخص برج العقرب. طبعا لو انتم مهتمين ببرج العقرب قولي لي اتفرجوا على فين انتوا برج ايه. يا جماعه انا بس تعبانه شويه عشان الساعه عندنا في مصر دلوقتي 3:30 ف بنام يعني. طيب بصوا، في سر عايزه اقوله على برج العقرب النهارده. لو احد مهتم ببرج العقرب يقول لي الكلام ده مظبوط ولا لا. بصوا العقرب يا جماعه مش غدار زي ما طلع عليه سمعه. يعني العقرب عاده مش شخص غدار خالص، يعني الا اذا، وحطوا 60 خط تحت الا اذا انت جيت على سلامه، السلام بتاعه. يعني العقرب بروتكتيف قوي، شخص بروتكتيف جدا، ما بيحبش حد يجي ناحيه حاجه بتاعته، سواء عمله، سواء بيته، سواء حد بيحبه، فهو هيبقى مسالم جدا الا اذا انت اللي بدات تنكشه، او انت يعني عملت له حاجه، فبيكون رد فعل انتقامي. العقرب no way يسكت على حقه، يعني مستحيل يسكت عن حقه. فبالتالي العقرب مش شخص غدار، بس هو لو حد اذاه، او لو حد جه ناحيه الكومفورت زون بتاعته، سواء زي ما قلت عيلته، حد بيحبه، الشخص المرتبط بيه، عيلته، شغله، ساعتها هيبقى رد فعله عنيف وقوي ومؤذي، بقى ساعتها هيأذي جدا. اما العقرب شخص مسالم جدا، بالعكس وحنين وعاطفي كمان. عشان كده في ناس كتير بتطلع سمعه على برج العقرب ان هو شخص غدار او شخص مؤذي. لا، هو مش مؤذي، بس رد فعله قوي واجريسيف، ومش سهل، يعني مش سهل. في ابراج ممكن تسيب حقها، لا، العقرب هياخد حقه، وهياخد حقه التالت ومتلت، وهيوجعك قوي قوي قوي، بلس ان هو عصبي كمان على فكره. فدي نقطة مهمة جدا جدا احب اعرفها عن برج العقرب. يا جماعة انا بحب العقرب جدا، انا عذراء، يعني لو انتم متعرفوش انا عذراء، فانا بتفق مع العقرب، ما عنديش اي مشاكل في التعامل مع برج العقرب. بعدين العقرب باصي شوية، يعني هو متسلط او متحكم، بيحب يمشي رأيه، بيحب هو يكون، لو راجل عقرب بيبقى very سيد، يعني سيد قوي يعني، وغيور وشكاك. يعني بصوا، غيور، شكاك، متسلط، متحكم، سوبر بروتكتيف. لما بيحب حد بيبقى عايز يحميه كده، عايز يعني يحوط عليه، مش عايز حد يقرب له، مش عايز حد يجي عليه، مش عايز حد يوجعه. برج العقرب من الابراج السوبر بروتكتيف. يا جماعه انا ابويا عقرب على فكره، فبابايا، لا بابايا سوبر بروتكتيف، يعني سوبر بروتكتيف كمان، وغيور جدا جدا مهما كبر. يعني عقرب ممكن يبقى عنده 70 سنه تحس ان هو غيور عادي جدا، وغيور قوي قوي قوي، من اكتر الابراج الغيوره. واللي هو ما بيحبش حد يتحكم فيه، ما بيحبش حد يتمارس عليه، لان انت لو جيت تمارس على العقرب هتاخد حته قلم على وشك. لا لا، نو، حد يحاول يتمارس على العقرب، هو ليدر اصلا، هو قائد، عنده صفات قيادية، وعنده قدره رهيبه ان هو على الاقناع. هو يعرف يقنعك واسلوب كده سلس كده، يعني هو يقنعك، يعني هيقنعك، يا اما هيقنعك. نو واي ما يعرفش يقنع. العقرب مقنع جدا جدا جدا. بعدين هو عمرك ما هتعرف حاجه عن العقرب ومش عايز يديها لك. يعني هو عارفين اللي هو ايه، هو عارف هو عايز ايه، وعارف هيوصل له ازاي، وعارف هي ماشي ازاي هو. وكمان يعني هو يا جماعه العقرب برج مائي، مائي دي المايه غداره، او المايه وانت واقف على الشط غير لما تدخل في اعماقها، في اعماق، وفي عقرب شخص عميق، وفي ups and downs، في امواج، وفي رياح، وفي عصير، وفي عمق، وفي خوف، وفي وانت بتتعرب مع عقرب خاف، لان هو مش سهل تفهمه، مش سهل تعرفه بيفكر في ايه، مش سهل تفهم طريقه تفكيره. هو غامض جدا جدا، من اشخاص الغامضه. يعني مثلا فور اكزامبل انا كعذراء، لا انا مش غامضه، يعني انا شخص ايه، العذراء تلقائي شويه، اما العرب لا، شخص غامض جدا جدا. والعرب لما بيحب حاجه بيبقى سوبر يعني انتو ات، يعني اتاشت ليها قوي.
العرب مش من الابراج السهل اللي صعب تسيب، يعني هو لو بيحب حد او مرتبط بحد او في علاقه مع حد مش سهل اطلاقا ان هو يسيبه، هيفضل متمسك بيه قوي وهيفضل يحارب ويعافر عشان العلاقه تنجح وعشان العلاقه تمشي، يعني مش سهل. بس في لقطه معينه لو جيت على كرامته او جيت على كبريائه فحذاري واحذر. العرب شخص مخيف لانه شخص قوي، شخص ليه هيبه كده. العرب على فكره يا جماعه شخص ليه هيبه مهما اختلف سنه، هتلاقي كده عنده هيبه، عنده قوه، شخص قوي، شخصيه قويه، شخصيه قياديه. يعني حد جه عليه بيفترسه، عارفين يعني ايه بيفترسه؟ او مش جه عليه بس، او جه على حد بيحبه. لو بيحبك هتلاقيه يعني هيبلع لك الزلط وهيستحملك وهيقف جنبك وهيسبورت يو. اما لو مش بيحبك يعني ايه، هيبقى بقى حطك في دماغه وهتشوف الويل. حذار تحارب او تصارع او تعادي العقرب، لانك انت هتتوجع قوي وهتتعب وهتخسر. العقرب مش سهل تكسب، يعني تكسبه بالحنيه تاخد قلبه، تكسبه تدخل معاه في عنده حرب، اذا فهي الحرب وهتخسر، يعني هتخسر. طيب برج العقرب كمان من الابراج اللي الصعب يعني يغير رايه، مش بيغير رايه بسهوله. يعني هو لو خد قرار كده معين، قرار رحيل او قرار ان هو ما بي خلاص، اذا القرار ده اعرف ان هو هينفذه، انا هنفذه. في الحب هو عاشق من الطراز الاول، شخص رومانسي جدا جدا. انا بحس ان العرب الابراج اللي عندهم انسانيه، بس لو قلب احذر من الوش التاني من العقرب، هتتعب قوي لو شفت الوش التاني، فما تخليهوش يوريك الوش التاني، لان الوش التاني صعب قوي قوي عند برج العقرب. وكرامته كبرياءه وعزه نفسه خط احمر، ما بيحبش حد يهينه، ما بيحبش حد يهين حد بيحبه. يعني انا مثلا هحكي لكم على حاجه، انا بابايا يا جماعه لو حد جه ناحيتي او حد ضايقني حتى لو انا غلطانه، لا هيحارب عشانك، ممكن يعاتبك بينك وبينه وبينك. بس لما بيحب حد وحد جه بس يلمسه كده بياكله، عارفين يعني ايه بياكله؟ الشخص ده بياكله. بص عايز اقول لكم على حاجه، يعني العرب شخص ينفع يكون قائد قوي، ينفع يليد، ينفع يبقى مانجر كمان ناجح جدا، قائد، رئيس، بيعرف يتعامل. هو دبلوماسي على فكره، العرب مسايس ومحايل وعنده حته الدبلوماسيه كده. واحيانا بيكون دراماتيك، بس هو مش دراماتيك زي الابراج المائيه، يعني العقرب نو يكون مش دراماتيك مثلا زي حوت خالص خالص خالص، ولا دراماتيك زي كانسر. العقرب نقطه ضعفه الحنيه، انت تقدر بالحنيه وبالاحتواء تقدر تملك قلبه، تقدر تحطه كده بين ايدك يعني. وغير كده اوعى تفكر انك تمشي كلامك عليه او ان انت تتحكم فيه، لان انت هتخسر جدا. لا، دبلوماسيه، دبلوماسيه يعني كل عقل، قوله كلام حلو، وبيحب الكلام حلو قوي، بيحب الرومانسيه، بيحب العاطفه، هو اصلا رومانسي جدا جدا وسكشوالي اورينتد قوي. يعني العرب من الابراج اللي بتهتم بالعلاقات بقى الجسديه والعلاقات هو سكشوالي اورينتد. وبرج ذكي، حد الذكاء كمان، احترس من ذكاء برج العقرب، بيعرف يلعب مايند جيمز، واثق في نفسه، عنده ثقه في نفسه، عارف امكانياته، عارف امتى يهجم، عارف امتى يدخل معركه، عارف امتى يهدى، عارف امتى يستنى. ومن العرب الابراج الصبوره جدا، الصبوره يعني يحط حاجه في دماغه هيوصل لها، يعني هيوصل لها. لما بيحط حاجه في دماغه بيعرف ازاي كنترول ات يعني. طيب مين اكتر ابراج يا ترى بتتفق مع برج العقرب، بتعرف تتماشى مع برج العقرب؟ نمبر 1 بشوف برجين اقوياء قوي معايا، برج العذراء وبرج الحوت، دول بس ماتش مع عقرب. ليه بقى؟ لان دول بيبقوا التانيين دول بيعرفوا يمشوا امورهم، مش عنيدين لاجل العند، بيعترفوا باخطائهم. فحوت وعذراء دول انا بشوفهم بيست 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 ماتش. يعني انا رشا، انا كرشا ماي بيست ماتش ان ماي بيست فريندز عقرب. انا مع بابايا، انا وبابايا ما بتخانقش كتير مثلا. لا العقرب، انا بستريح جدا في التعامل مع العقرب، ما عنديش اي مشاكل في التعامل مع العقرب، بحبهم اصلا. كمان حوت وعقرب برضو، سرطان وعقرب برضو كويسين جدا جدا مع بعض، بيعرفوا يتعاملوا مع بعض. اما الثور وعقرب نو، جدي وعقرب برضو نو 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 نو، لان دول بقى ايه بيطحنوا في بعض. شكرا.
قولولي ايه رأيكم، وقولولي تحبوا المرة الجاية نتكلم في برج ايه، واستنوا بقى ايه سلسلة حلقات مواصفات واسرار الابراج، احنا هنكسر الدنيا. إيه طبعا بقى يا جماعة، انا ناتشرال شوية يعني، انا عذراء يا جماعة، فانا مبحبش بقى الايه اللي هو الافورة وطلعة كده لابسة لبس الجيم بقى ايه، فاعذروني كده ومن غير ميك اب برضه. بس انا بحب كده الواحد يبقى على طبيعته كده، ايزي موزو يا جماعه، ايزي موزو. طيب قولوا لي بقى، فعلا بتشوفوا الصفات دي بتتفق مع ناس تعرفهم برج العرب ولا لا؟ قولوا لي، اتفرجوا على فين انتوا برج ايه، ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى فيسبوك، وحبكم جدا جدا جدا، باي.